السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحبائي بمدارس عنيزة الأهلية المسار المصري. مادة اكتشف الصف الأول الابتدائي إعداد أستاذة إسراء. المحور الأول من أكون؟ درسنا اليوم يا أحبائي بعنوان الصغار والكبار. هيا نتعرف على درسنا اليوم. النشاط الأول صل الكائنات الحية بصغارها ثم اكتب عدد الكبار وعدد الصغار وأعد كتابة الكلمات متتابعا النقاط. طبعا يا أحبائي مطلوب مننا ان احنا هنوصل الكبير بالصغير. يلا نشوف اول صورة عندنا يا أحبائي لرجل كبير. اين صغيره؟ هل هذه الصورة ام هذه الصورة ام هذه الصورة؟ احسنتم، يبقى الرجل الكبير بصغيره، يبقى هنقوم بتوصيل الرجل الكبير بصغيره. ثاني صورة معايا يا أحبائي للدجاجة، أين صغارها؟ هل هذه أم هذه أم هذه؟ أحسنتم، هذه. هنقوم بتوصيل الدجاجة الكبيرة بالدجاجة الصغيرة. ثالث صورة معايا يا أحبائي لحمار كبير، أين صغيره؟ هل هذه الصورة أم هذه الصورة؟ أحسنتم، هذه الصورة. يبقى هقوم بتوصيل الحمار الكبير بالحمار الصغير. رابع صورة معايا يا أحبائي لخروف كبير، أين صغيره؟ أحسنتم، صغيره. يبقى هنقوم بتوصيل الخروف الكبير بالخروف الصغير. بيقول لي هنا يا أحبائي المطلوب الثاني ان انا هعد عدد الكبار وعدد الصغار. يلا نعد عدد الكبار، 1 2 3 4. يبقى هقوم بكتابة عدد الكبار 4، ثم يا احبائي اعد كتابة الكلمة. يعني هنمشي يا احبائي على كلمة كبير، لما هنيجي نمشي على الكاء الباء الياء الراء تصبح كبير. طيب تعالوا نشوف عدد الصغار. عدد الصغار يا أحبائي 4، يبقى هكون بكتابة 4، يبقى عدد الصغار 4. وأعد كتابة الكلمة، يبقى همشي على النقاط يا أحبائي، وطبعا صغ صغير. يبقى أحسنتم، يبقى همشي على الصا والغا والياء والراء فتصبح الكلمة صغير. هيا بنا على النشاط الثاني. النشاط الثاني لاحظ مراحل نمو الدجاجة ثم لون الصور. طبعا يا أحبائي الإنسان بيمر بمراحل، زي ما الإنسان بيمر بمراحل أيضا الحيوانات والطيور بيمروا بمراحل. أول مرحلة يا أحبائي للدجاجة بتبقى بيضة، ثم فقس البيضة وأطي ظهر منه كتكوت صغير، ثم كبر الكتكوت الصغير، وطبعا يا أحبائي أصبح الكتكوت الصغير دجاجة كبيرة. فهنقوم يا أحبائي بتلوين هذه المراحل على حسب ذوقكم أنتم. النشاط الثالث صل كل صورة بالظل الذي يناسبها ثم اكتب الكلمات متتابعا النقاط. عندنا هنا يا أحبائي مراحل تطور الإنسان. طبعا قلت أول مرحلة بيبقى رضيع، ثم يكبر شوية ويطلع له أسنان ويبقى طفل، ثم يكبر شوية ويبقى مراهق، ثم طبعا يكبر ويبقى مثل أبي يبقى بالغ. فطبعا يا أحبائي عايزني أصل الصور بالظل الأسود بالألوان. طبعا يا أحبائي أول صورة عندنا صورة لطفل، ظل لطفل. طبعا الطفل يأتي بعد مرحلة الرضيع، يبقى هنقوم بتوصيل الظل الأسود بالطفل الملون. تاني حاجة معايا مراهق، أين صورة المراهق؟ احنا عارفين إن المراهق يأتي بعد
بعد الطفل. يبقى أحسنتم، هنقوم بتوصيل الظل بالمراهق الملون. طيب ثالث صورة معايا يا أحبائي بالغ. أين صورة البالغ؟ البالغ يا أحبائي زي ما احنا عارفين بيأتي بعد مرحلة المراهق. أحسنتم، يبقى هنقوم بتوصيل الظل الأسود بالبالغ الملون. رابع صورة معايا يا أحبائي صورة رضيع. أين صورة رضيع؟ أحسنتم، هذه صورة الرضيع. يبقى هنقوم بتوصيل الرضيع بالظل الأسود بالرضيع الملون. وطبعا يا أحبائي أعد كتابة الكلمات. أول كلمة عندي يا أحبائي هنمشي على النقاط. طبعا أول كلمة عندنا طفل. طفل هنمشي على الطاء والفاء واللاء. طيب ثاني كلمة معايا مراهق، هنمشي على الماء والراء والآء والهاء والقاء. طيب ثالث صورة معايا بالغ، يبقى هنمشي على الباء واللاء والغاء، يصبح كلمة بالغ. ورابع كلمة معايا رضيع، هنمشي على كلمة على حرف الراء والضاء والياء والعاء، فتصبح الكلمة رضيع. هيا بنا نتعرف على النشاط الرابع. النشاط الرابع لون الاحتياجات حسب لون كل مرحلة عمرية خاصة بها. عندنا هنا يا حبيباتي صور لاحتياجات الرضيع والطفل والمراهق والكبير. كل صورة يا أحبائي هنلونها على حسب المرحلة العمرية. عندنا يا أحبائي لو الاحتياجات تحتاج لرضيع فهنلونها باللون البنفسج، ولو الاحتياجات بيحتاجها الطفل هنلونها بلون أخضر، ولو الاحتياجات بيحتاجها المراهق فهنلونها بلون أحمر، ولو الاحتياجات بيحتاجها الكبير فهنلونها بلون أزرق. أول صورة عندنا هنا يا حبيباتي لموتوسيكل. مين هيحتاج الموتوسيكل يا أحبائي؟ هل الرضيع ينفع يركبه؟ هل الطفل؟ هل المراهق؟ طبعا الكبير هو اللي هيحتاج الموتوسيكل، فهنقوم بتلوين بلون الأزرق. ثاني حاجة معايا يا أحبائي سلوبيتا أطفال. مين هيحتاج السلوبيتا دي يا أحبائي؟ هل الكبير ينفع يلبس سلوبيتا؟ لا طبعا. هل المراهق؟ هل الطفل؟ لا طبعا الرضيع. أطفال لسه صغير، فهنقوم بتلوينه باللون البنفسجي. ثالث صورة معايا يا أحبائي لعبة أطفال. مين هيحتاج لعبة الأطفال دي يا أحبائي؟ هيحتاجها الأطفال طبعا. أحسنتم، فهنلونه بلون أخضر. طيب رابع صورة معايا يا أحبائي لدراجة. والدراجة يا أحبائي مين هيحتاجها؟ مين هيحتاج الدراجة؟ أحسنتم، الطفل، فهقوم بتلوينه باللون الأخضر. الصورة التالية يا أحبائي صورة لحقيبة. الحقيبة يا أحبائي ظاهرة جدا إن هي بتاعة أطفال، اللي هيحتاجها طفل عليها دبدوب فاللي هيحتاجها أطفال، فهنلونها بلون أخضر. الصورة التالية يا أحبائي لقرافطة أو ربط العنق. مين هيحتاج ربط العنق يا أحبائي؟ هل الرضيع أم الطفل أم المراهق؟ أحسنتم، الكبير، فهيقوم بتلوينها باللون الأزرق. الصورة التالية يا أحبائي صورة لبيبرونة. البيبرونة يا أحبائي مين هيحتاجها؟ هل الرضيع أم الطفل أم المراهق أم الكبير؟ أحسنتم، اللي يحتاج البيبرونة الرضيع لسه مولود، فطبعا هنلونها بلون البنفسجي. طيب الصورة التالية يا أحبائي صورة لشورت. مين هيحتاج الشورت ده يا أحبائي؟ هل الطفل أم الرضيع أم المراهق أم الكبير؟ أحسنتم، المراهق، فهلونه بلون أحمر. الصورة التالية يا أحبائي صورة لمكعبات. مين هيحتاج المكعبات اللي عليها A و B و K و N؟ مين اللي هيحتاجها يا أحبائي؟ اللي هيحتاجها الإي، اللي هيحتاجها يا أحبائي الطفل، فهلونها بلون أخضر. طيب الصورة التالية يا أحبائي صورة لحقيبة. ومن الواضح إن الحقيبة بتاعت ناس كبيرة، فاللي هيحتاجها ناس كبيرة، فطبعا يا أحبائي هنلونها بلون أزرق. وبكده يا حبايبي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وفي انتظار حل أنشطة الدرس وإرسالها على الجروب الخاص بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.